احنا معانا حبايب بقى، معانا الشيخ محمود والسيد احمد عزت والسيد والدكتور حسام والسيد محمد علاء، واحنا عندنا فرقتنا اللي احنا دايما بنحب نمدح حضره النبي بيها ونسمع جميل الكلام في وصف الجميل اللي بيدخلنا على حضره الجمال كلها، حضره ذي الجلال والاكرام سبحانه وتعالى. نسمع ايه بقى عشان نروح القلوب بسماع حضره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة الأصماء، يا خير من جاء الوجود تحية، يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء. يا إمام الرسل يا سندي الله، الله أنت باب الله معتمدي، فبدنيا يا وآخرتي الله، الله يا رسول الله رأت عين ولا سترى، الله الله مثل طه في الورى بشر، خير من فوق ثرى سرى، الله الله طهير الأنساب شيم، ويا إمام الرسل يا سندي الله، الله أنت باب الله معتمدي، فبدنيا يا وآخرتي الله، الله يا رسول الله أيها المشتاق لا تنمي، لا تنمي هذه أنوار ذي سلم، عن قريب نحن في الحرم، الله الله عند خير العور غير أحمد قالها، أنا لها الله الله أنا لها، من غير أحمد قالها، اشفع إمام المرسلين واسأل ستعطى يا أمين، الله الله فدعا إله العالمين، هي أمتي فاغفر لها، الله أنا لها أنا لها، من غير أحمد قالها، أنا لها أنا لها، من غير
غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لها، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو نجاتنا، هو اللي بيدخلنا على باب مولانا سبحانه وتعالى. ومين غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نلتجئ إليه ونكون معاه؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الحماية. ولذلك سيدنا الإمام علي كان يقول: كان إذا احتمى الوطيس احتمينا برسول الله. ولما تيجي أنوار المولد على طول أنوار المولد كمان بيبقى جاية ومعاها معنى تاني، بتطفي النار. إيه النار اللي بتطفيها أنوار المولد؟ نار مهمة جدا جدا في حياتنا، وهي نار الصراع. هما بيكلمونا كتير عن المنافسة، نسيوا إن هما بيكلمونا عن المنافسة بيولعوا في قلوبنا نار الصراع. ونار الصراع دي نار ممكن تاكل أي علاقة، تاكل أي محاولة لتنمية الحياة، أي تطور ممكن يحيشه الإنسان في أمان وفي سلام. الصراع ده قاتل، الصراع ده حارق. ولذلك تيجي أنوار حضرة النبي، أنوار مين؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فتطفي نار الصراع. بس بتطفي نار الصراع بحكمة بالغة من حضرة النبي. حكمة إيه؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أنا ما شفتش حاجة في حياتي تخلي الإنسان ببساطة خالص عايش في أمان بعيد عن الصراع قد انشغاله بما يعنيه، وما شفتش حاجة تولد الصراع وتولد التقاتل وتولد المرار في قلوب الناس قد انشغال الإنسان بما لا يعنيه. انشغال الإنسان بما لا يعنيه يدخل فيه حاجات كتير، الحكم على الناس، إن هو يعيش حياة الناس. تخيل إحنا بنعيش 4% فقط من حياتنا، و96% بنعيش من حياة الناس، لأن إحنا عايشين فيما لا يعنينا. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: اللي عايز يجلس بجواري ويعيش في أنواري ما قدموش غير إنه هو يكون من أحسن الناس أخلاقه، وأخلاقه لابد أن تكون أخلاق المنورين اللي هم بيتنوروا بأنوار حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. إحنا هنشغل بما يعنينا ونترك ما لا يعنينا. إزاي؟ إن أنا دايماً تكون نيتي في إن أنا أنشغل فيما يعنيني، لا أتدخل فيما لا يعنيني، لا أتدخل في الحكم على الناس. أنا مش مهتم بالحكم على الناس، ليس كل شيء حولي لابد أن يكون لي في قرار ولا لي موقف منه. تاني حاجة ببساطة إن أنا لازم أتعامل بشكل من أشكال الرضا مع الناس، مش لازم يكون الناس زي ما أنا عايز دايماً. كل ما تعاملت مع الناس على إن فيهم أنوار حضرة النبي، على إنهم فيهم من الصفات ومن المعاني اللي تخليهم واصلين إلى رضا الله، وأكون عارف إنهم محل نظر الله، أنا مش محتاج إن أنا أعرف هو ده كويس ولا ده وحش، هو فيه نور من أنوار حضرة النبي. واعلموا أن فيكم رسول الله. وعشان كده أنا لابد إن أنا أستمر في ده. كمان عشان انشغل بما يعنيني ما اعملش اي حاجه في الدنيا الا وانا عندي مهاره فيها، ما انشغلش باي حاجه انا مش شاطر فيها. لما انشغل بما انا فيه ماهر انا بنشغل بما يعنيني. تالت حاجه، انا ما انشغلش بحاجه ما فيهاش منفعه. لو انشغلت باي حاجه ما فيهاش منفعه فانا في الحقيقه بضيع عمري. رابع حاجه، لازم عشان اي حاجه اعملها لازم تكون فيها جوده، فيها جمال، لازم يكون فيها جودة، يعني فيها إحسان، فيها إتقان. لو انشغلت بأي حاجة ما أنا ما اتقنتهاش يبقى أنا منشغل بما يعنين. آخر حاجة، ما انشغلش بحاجة ما فيهاش جمال. أي حاجة قبيحة لا تعنيني، أي شيء قبيح لا يعنيني. أنا لو عملت الحاجات الخمسة دول كانت نيتي إن أنا انشغل بالنافع، عملت بجدية في الأشياء، كمان ما انشغلتش غير بالأشياء اللي أنا عندي فيها مهارة، كان كل الأشياء كان فيها إتقان، كمان الحاجات فيها جمال، أنا في الحقيقة ببساطة خالص أنا كده منشغل بما يعنيني، وكده سأكون فيما يرضيني وفيما يرضي الله مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومادام بنتكلم على إن احنا نبقى في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لازم نسمع شيء من مديح حضرة النبي. نسمع إيه يا شيخ محمود؟ الشيخ محمود خليف المنشد والقارئ حبيب قلبي بصوته الحلو جميل ده. يلا 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 صلى الله عليه وسلم. الله الله الله
أغثنا يا عريض الجاه وأسعفنا بوجه الله بسر ارحم شاجيا الله يا الله الله مولانا الله الله مولانا يا العظيم الله. انوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما بتيجي انوار المولد بتستمر انوار المولد ويبقى فيها زي ما قلنا بيبقى فيها تنكيس للاصنام وبيبقى فيها كمان طفي للنيران بس كمان بيبقى فيها كمان تصدع للايوان. هل احنا كل واحد فينا عنده ايوان؟ طبعا عندنا ايوان كبير اسمه الانا. الانا دي في الحقيقه بتخلي الانسان يتسلطن ويحس ان هو كل حاجه تحت السيطره ويبقى عايش وعايز كل حاجه تبقى انتر كنترول زي ما الناس بتتربى على ان كل ما تقدر تتحكم وكل ما تقدر تسيطر كل ما انت قادر تعيش حياه في امان. بس يجي حضره النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل لنا شكل تاني ومفهوم جديد للحياه. وتيجي انواره تفكرنا ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالنور. والنور بطبعه جميل وهادي وبارد ولا يشعر به احد. النور كده، نور حضره النبي كده. امال الإيوان تصدع إيه؟ قال له ليس من قسوة النور ولكن لأن النور غارق فيغرق كل إنسان فلا يحتاج إلى سلطان. وده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنواره لما جت قالت لابد إن كل سلطان ينكسر إلا
الوصل بالرحمن سبحانه وتعالى. عشان كده اذا كنت احنا عايزين نمشي مع حضره النبي ما قدامناش غير الوصفه اللي قدمها لنا حضره النبي عشان نعيش في امان، اللي هي ايه؟ بلاها الايجو، بلاها الانا، وخلينا مع ان احبكم الي واقربكم مني منزلا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. مين دول يا رسول الله؟ الموطؤون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون. يبقى ما فيش حل غير انك انت بلاها السيطره، وخليك في ايه؟ خليك في ان تكون موطأ، ان تكون سهل، هين، لين، ان يالفك الناس وان تالف الناس. حاجه لو جربتها الحقيقه هتتغير حياتك. اصرارك على انك انت تعيش متسلطن، وكل ما تدخل مكان ينقوا لك مجلس، وكل ما تروح في حته يبقوا يتعاملوا معاك بفخامه، اكيد مش كل الناس هتتعامل معاك كده، واكيد مش هيبقى متاح مجلسك زي ما كان مجلس رسول الله متاح للكل. عايز تبقى مع رسول الله، تبقى مع الموطئين، مع الموطئون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون. تبقى ازاي؟ اول حاجه عشان تبقى من هؤلاء، تبقى مبسوط الوجه، تبقى مبسوط الوجه، سهل مجلسك، سهل كل الناس تروح، مفيش المجلس اللي ما يدخلش فيه غير بعض الناس، لا، تبقى انت مبسوط الوجه ومجلسك سهل للناس. تاني حاجه، عينك لا تقع الا على المحاسن. مش عايز تبقى من اهل محاسن الاخلاق، يبقى عينك ما تقعش غير على الجمال. لكن لو تعودت عينك تقع على القبيح، لا، انت مش موطئ اكناف. انت بدونك بتقع على القبيح ليه؟ عشان تشوف ده مناسب ان انت تقعد معاه ولا لا. لكن لو عينك وقعت على الجمال، انت كده بترى بنور حضره النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثالثه وهي المهمه جدا جدا، ايه اللي حاصل؟ لازم حالك يكون دل على الله. واكتر حاجه تدل على الله اللين والسهوله، ان انت تكون سهل، هين، لين. تكون سهل ايه؟ الناس ما تشوفش في كلامك ان هي تخاف من لما تيجي تتكلم، لكن لما تيجي تتكلم الناس تتشوق اليك. ليه؟ لان كلامك كله مليان ايه؟ مليان حاله من حالات الامتنان واكرام الناس بالكلام. وما تعتبرش ان الكلام المجامله اللي هو الكلام الحلو اللي هو اقوله للناس حسنى نوع من انواع الايه؟ نوع من انواع التفضل على الناس. اخر حاجه، عايز تبقى حاضر مع مولانا سبحانه وتعالى، خليك حاضر مع الناس فيما اقامك الله فيه. ما تصارعش حد، ما تنازعش حد في حاجه، خليك مع الله سبحانه وتعالى في هذا الحال. يبقى عايزين نبقى يتصدع الايوان ونكون مع الرحمن، ونبقى في مجلس العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. خليك يا سيدي من الموطئين أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وجب بقى نسمع مديح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي. فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا لولا
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بيقولوا لنا انتوا لما بتيجوا تحبوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتحبوا المديح ليه؟ قلنا لهم عشان حضرة النبي بيحب المديح، واحنا لما بنيجي نحتفل بحضرة النبي بنحتفل بحضرة النبي زي ما هو بيحب. كان يحب ان هو يسمع المديح وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى قال لي مداحه قال له قل وروح القدس تؤيدك، قال كده. ولغاية ما الناس بقى عندهم ان المداحين زي المؤذنين أطول الناس أعناقا، ليه بيدفعوا وبيتكلموا بالكلام الحلو عن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحب حضرة النبي أنه يفرح ويفرح الناس حواليه. وعشان كده عايزين نفرح بقى يا شيخ محمود، وكمان نسمع حاجة عن حضرة، نسمع حاجة عن جمال حضرة النبي. يلا يا سيدي. بيت قلبي حرم الحب له، ترسم أني عبده، ومن الآثر تجري القسم، ومن الآثر تجري القسم. هذه طيبة تزهو بالأمين، أشرف الرسل إمام مرسلين. هذه طيبة تزهو بالأمين، أشرف الرسل إمام المرسلين. يا أخا الأشواق كيف الملتقى، برح الشوق قلوب العاشقين، برح الشوق قلوب العاشقين. هي شمس بدت في ظلال، هي شمس بدت في ظلال، جلت عن التمثال يا غرامي، جلت عن التمثال، تلاشى مذ رآها الهلال، تلاشى مذ رآها الهلال، وصار كالعرجون يا غرامي، وصار كالعرجون. صلاة بالسلام المبين، صلاة بالسلام المبين، لنقطة التعيين يا غرامي، لنقطة التعيين. نبي كان أصل التكوين، نبي كان أصل التكوين، من عهد كون فيكون يا غرامي، من عهد كون فيكون. يا رب اجعلنا دايما في أفراح وفي هنا وفي سرور وبركة وفي نور بركة حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضيلة الشيخ محمود، يعني أنا دايما صوت حضرتك الجميل بيجعلني أشم أنسام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لك فضيلة الشيخ محمود المنشد والقارئ، جزاك الله خيرا والله يبارك فيك. أستاذ أحمد عزت، شكرا لحضرتك، ربنا يبارك فيك ويحفظكم يا سيدي. فضيلة الدكتور حسام، شكرا لحضرتك، ربنا يزيدك نور وبركة ويزيدك في الحلق ويزيدك صوت. سيد باشمهندس محمد علاء، شكرا لحضراتكم، شكرا لكم جميعا، ربنا يبارك لكم ويحفظكم يا رب. هو ينفع ان انتم تمدحوا رسول الله وانا ما امدحش رسول الله؟ حتى يبقى عيب. فانا بقول لحضره النبي صلى الله عليه وسلم، الليل يمر واشتاق للغالي، والدمع مر وانا شارب الليالي، طيفه الجميل لو مر ببالي تحلى الحياه من امر ابالي. اصل الحكايه عشق الجماله، نبض وحشايا وانا كل حلاله صلى الله عليه وسلم. ما انا من هوايا غرقان في جماله، اصله جميل ولا شفت مثاله.
كلمت روحي من كتر هوايا، ليلي ونهاري وانواره معايا، يا رب ازوره واشكيله جوايا، قلبه الحنين طول عمره دوايا. شفت الحبيب وصحيت من نومي، شفت الحبيب غسلت لي همومي، اصل الحبيب شمسي في غيومي، وانا في الحبيب دايب من يومي. يا رب اجعلنا على الدوام مع حضرة النبي، واجعلنا في انواره، يا رب ما تحرمنا في نفس من انفاسنا من انوار حضرة النبي، ويفضل كل نور من انوار حضرة النبي، وكل مولد يجدد علينا حياتنا، عشان حياتنا تكون بحبيب مولانا، عشان نفضل دايما في حضرة مولانا من باب الواسع الذي لا يرد من دخل منه، من باب المصطفى الذي به نحصل الصفا ونكون من أهل الوفا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من أهل الجفا، ويكتب لنا بالنبي المصطفى دوام اللقاء، يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين.